السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى روتيننا النهاردة، هننظف الأوضة دي تنظيفة كويسة. طبعا نورهان دخلت على الحمام عمالة تنظف فيه اللي هو الحمام الصغير دوت. لازم البنوتات الصغيرين يساعدوا مامتهم عشان يبقوا على طول يعرفوا ان هم يحافظوا على حاجتهم ويبقوا نضاف. طبعا تعالوا كده، هي بدأت فيه، انا وريني خلاص كده يا نورهان خلصت عملت يعني. ايه. انا خلصت طبعا خلصت السيراميك والتويلت والحوض والمراية. هي بتغسل في الحمام. تعالوا بقى احنا هنا هننظف بقى، هنشيل الفرشة دي وهنشيل السجادة والبطاطين دي هنلمها وهنشيل كل الحاجات ديت. اول حاجة بقى يا جماعة، انا هلم السجادة ديت، هلمها نفضها، هلمها كده ونفضها تنظيفة كويسة، واستنونا بعد كده ارجع لكم تاني. طبعا عمالة اشدها بصعوبة قوي لان هي محطوطة تحت الكومودينو، فصعب قوي شدتها. بحاول اشدها اهو، هاخدها بقى اطلعها بره كده نفضها تنظيفة كويسة. وهو لميت بقى الارض دي كده، هبقى طبعا هلم كل الفرشة اللي في الارض دي. طبعا يا جماعة انا خدت السجادة عشان انفضها، هنا لقيت السلم ممسوح، فحرام انفضها على السلم وممسوح دلوقتي، فروحت احطها على جنب هنا ونفضتها. هدخل بقى اكمل، هسيبها كده تتهوى شوية وهدخل بقى اكمل بقية التنظيف. بص بقى، هطبق طبقت كده البطانيتين دول اللي يوسف مش مخليني اطبقهم، كل ما اطبقهم يعملهم تاني. وطبعا بصوا الدولاب ده هلمه، وطبعا هنزله كله، وجايبة بتاعتين دول اسمهم ايه، جايبة مفرشين اهم عشان ابقى افرشهم. اهو الحمام لسه بنعمل فيه. هلم بقى البطانيتين دول، انا مش هسيبهم هنا، هوديهم في الاوضه بتاعت احمد عشان فيها مكان الدولاب فاضي هناك، فهحطه هناك. اهو يا جماعه بصوا، انا لميت كده كل الفرشه وكل الحاجه اللي كانت في الارض، المخدات وكل حاجه فرشتها، حطيتها على السرير. وطبعا هلم بقى كل الارض ديت، هكنس طبعا بالمقشه، اديني جبت المقشه، هكنس بقى الارض كلها، هكنسها انضفها، هشيل بقى طبعا هشيل دي عشان احطها من فوق. طبعا يا جماعه انا مش عارفه العيوب ديت اللي بتحصل في الحيطان دي ليه، ايه السبب يعني. عملنا فيها البدع برضو بتاع الدهانات، مفيش فايده، داير ما يدور والله يا ناس في كل ناحيه، يعني اتدهنت حوالي 4 5 مرات وتبص تلاقيها عملت كده، مش عارفه ايه سبب ان هي بتبقى بالمنظر ده. هو بيقولوا لنا رطوبة، بس رطوبة ومش عارفة ايه الحل. هشيل ديت واحطها على السرير عشان ابدأ انفض كل، انا كده نفضت كل الفرشة يا جماعة، هبدأ بقى انزل الدولاب كله عشان اطبقه وافرشه معاكم. اهو كده لميت خلاص، شلت بقى ديت، هكنس بقى الارض دي كلها بالمقشة، هكنسها وارجع لكم كمان. اهو طبعا بصوا نورهان مسكت المقشة اللي بتكنس، طبعا بحرك الكومودين اهو عشان اكنس وراها برضو. كنس كويس يا نورهان، يلا يلا هنكنس الارض كلها كويس. اهو شايفين يا جماعة، طبعا على فكرة هنكنس انا امبارح الارض كنت كلها، كنساها، بس انا بتعيد عليا عشان تبقى لطيفة. كلها داير ما يدور كده. طبعا هشيل دي برضو، هشيل هنشيل دي عشان السلة نكنس تحتيها. اه بصوا بقى يا جماعه، هو لميت كل كنست الارض اهي، هبقى اجيب الجاروب بقى لمهم، خليهم هنا دلوقتي، هجيب الجاروب بعد ما اخلص خالص عشان همسح الارض. الصوت طلع قد ايه. هجيب بقى بصوا يا جماعه، هطلع بقى انا كده نفضت الفرشه كلها، هنزل كل الهدوم دي وهروح مطبقاها بقى، هنزل ضرفة ضرفة عشان الهدوم ما تبقاش على بعضها. اهو اهو عشان ابدأ انفض الفرشة، انفض المكان واشيل دي برضو وانفضها. تعالوا بقى ندخل على المطبخ نعمل
نعمل لهم سندوتشات همبرجر. هجيب الزيت، بصوا انا طبعا جايبه بجيب اللي هو الهمبرجر اللي انا عاملاه وحطاه في الفريزر ومطلعه عيش اهو. هبدا اجهز الحاجات دي عشان اعمل لهم سندوتشات همبرجر. هبصوا هجيب الطماطم عشان اقطع جاهز الحشوات اللي هعملها في الهمبرجر، وادي المايونيز، وهجيب كمان الشطه اللي هما بيحبوها اهو. بصوا بطلع بقى بالهمبرجر اهو، بصوا ما شاء الله اللي عاملينه تحفه قوي اهو. هجهز بقى اقطع بقيه الخضار. بصوا بقى هنبدا نعمل لهم الاكل اهو يا جماعه. واللي فات بقى عملت لهم كده طبق سلطه حلو، رشيت عليه شويه ملح، وادي الطبق بتاعنا. حطه لهم بقى عشان ياكلوا بالهنا والشفا، وهنشوف ورانا ايه. خلصنا كده اهو، شايفين بطبق ازاي اهو. طبعا مسحت ونضفت كل ده فبطبقها اهو. طبعا منزله ده كله برضو، هطبقه واحده واحده كده وهطبقه بالحاجه اهو. بقى شايفين بصوا طبقتها التطبيقه ازاي، فوق الضرفه دي الملايات والمفارش والفوط، ديت هدوم الخروج، دي هدوم تانية. بصوا الضرفه اللي تحت كده، انا رصيت الضرفه دي والضرفتين التانية، هبقى اوريها لكم في فيديو تاني عشان ما نطولش الفيديو. فاضل الضرفه دي والضرفه دي، كده احنا خلصنا الضرفه دي كلها. ايه رايكم بقى؟ بصوا كل حاجه لوحدها. طبعا دلوقتي همسح، جهزت ميه اهي، هجيب جردل للميه. الميه دي طبعا انا حاطه فيها ديتول، ديتول بريحه الليمون بس تحفه. هبدا امسح بقى الاوضه كلها، وبعد كده هبدا افرش اهو. شايفين بصوا بقى يا جماعه الريحه، والله مش عايزه اقول لكم الريحه تحفه. دخلت طبعا على الحمام بعد ما نظفته نورهان، بصوا خليته ازاي. شايفين يا جماعه منظر الحمام تحفه، يبرق، غسلت الحيطان فوق وتحت وكل حاجه، اهي الارض برضو. فوق وتحت وكل مكان اهو. هخلص مسح كله وبعد كده ارجع لكم تاني اهو. شايفين بقى يا جماعه مسحت بقى الكومودينو اهي، وعملت مسحت وراها طبعا بقى. خلاص كده انا مسحت وراها، هرجع بقى الكومودينو دي مكانها، هرجعها مكانها وامسح بقى تاني الحته دي. بصوا بنلم الستاره، نفضنا طبعا الشباك. اهو رجعت الكومودينو مكانها. يا جماعه عملتها ايه كده؟ الزحلق اهو يوسف. تستاهل. ايه رايكم يا جماعه في كده؟ شكل جميل. بصوا بقى هنبدا نمسح بقى بقيه الارض. شايفين بقى يا جماعه يوسف بيساعدني ازاي؟ ايه رايكم؟ شايفين بيساعدني ازاي؟ ايوه يلا يوسف يلا. شطور يا قلبي، بسم الله يلوح. شايفين يا جماعة بيمسح ازاي معايا؟ ادوله لايك بقى يا جماعة. يوسف قولي ادوني لايك، اعملوا سيلو لايك، قولوا سلام على اعملوا يا جماعة سيلو لايك اهو. احنا نعمله يا جماعة 20 عشان لا الدنيا هتبقى برد قوي. هنفتح يا جماعه التكييف عشان نخلي المكان، عشان ينشف المكان بسرعه عشان نلحق نفرشه. بصوا هنا حطينا الكومودينو، وحطينا الناحيه التانيه الكومودينو، وادي الدولاب زي ما انتم شايفين. بصوا يا جماعه رنا عماله تعمل ايه؟ شايفين؟ عماله تطلع المواعين ومبهدله الدنيا اهو. شايفين؟ شايفين يا جماعة يوسف؟ شايفين القمر؟ ما شاء الله تبارك الله. بصوا بيفرش المصلية وبيصلي. شفتوا المصلية الصغنططة بتاعته الجميلة دي؟ بصوا الجمال. ليه
شايفين بقى انا لميت كده كل حاجة هنا من على السرير. هبدأ افرش، شايفين المفرش البنك اللي هناك ده، هفرشه وبعد كده اشوف هعمل. بصوا اول حاجة كسيت الاول المخدات، هبدأ بقى افرش التانية وكسيت المخدة دي، وفي في كسوة كده اهوت، كيس زيادة حطيته على الترابيزة التانية ليه وهتوقعوا بعض. هفرش بقى الملاية. بصوا بقى يا جماعه اهو فرشنا الملايه، طبعا مش مخليينها على بعضها، فجبت المفرش دوت كده لان في الشتا ده ما ينفعش افرش ملايه بس، نعم الجو بيبقى برد، فبنفرش كمان الدفايه. هفرش دي، هفرش دي وارجع لكم تاني. اهي بصوا يا جماعه بصراحه انا فرشتها باعجوبه، يا لهوي عليك يا يوسف. بصوا اهي فرشتها، ايه رايكم بقى احط المخدات اهو؟ بصوا بقى فرشت اهو والناحيه التانية برضو بقى مدخلاها في ال، بتكون طويله قوي. بصوا بتكون طويله قوي، مدخلاها كده بين المرتبتين. فرشت الناحيه دي، هحط بقى الشلاتي دي. بصوا يا جماعه احنا هنعمل دي، هبدا افرش بقى السجاده. بصوا احنا فرشنا السجاده وحطيت الريموت زي ما هو، حطينا الريموت مكانه طبعا اللي نشف المكان بسرعه، التكييف. هبدا بقى احط، ارفع الكمدون واحط في السجاده دي، ارفعها انا ونهائي. خلصنا خلاص يا جماعه الاوضه بتاعتنا، شايفين خلصناها بقت عامله ازاي؟ ايه رايكم؟ شايفين جمالها؟ ما شاء الله. بصوا مين بيحب ده؟ قلعت ليه البت ده؟ بصوا يا جماعه اهي، بصوا الاوضه بقت تحفه ازاي؟ وطي طب شويه. بصوا يا جماعه ايه رايكم؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا سر الكرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. ايه رايكم؟ بصوا احنا ننزل التكييف طبعا. يلا يلا مع السلامه، باي. كلهم باي.